بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وبعد. أبنائي وبناتي طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان، ربنا يعيده عليكم وعلينا بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية. طبعا زي ما احنا عارفين الجائحة اللي احنا العالم كله بيعيش فيها، ونتيجة لهذه الجائحة قرر معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء امتحانات سنوات النقل الفرق الأولى والثانية والثالثة، واستبدالها بأبحاث لكل طالب. وبناء عليه اجتمع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد وقرر نفس هذا الكلام، وكذلك اجتمع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة وتقرر الآتي. أول حاجة بالنسبة لطلاب الفرقة الرابعة، سنة رابعة هتؤجل الامتحانات الخاصة بيها لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، أظن ده واضح مفيش فيه كلام. الحاجة الثانية إن طلاب الفرقة الثالثة، طلاب الفرقة الرابعة اللي عندهم مواد تخلف من سنوات سابقة، يعني اللي عندهم تخلفات بمعنى أصح، دول هيتقدموا بأبحاث زيهم زي سنوات النقل، وبالتالي هيلتزموا بنفس الضوابط اللي أنا هقولها لسنوات النقل كالتالي. اما فيما يتصل بقى بسنوات النقل اللي هي الفرق الاولى والثانيه والثالثه، وهنلاقي الفرق الاولى والثانيه والثالثه سواء للطلاب المستجدين او الطلاب الباقين للاعاده او الطلاب المقيدين من الخارج في اللائحه الجديده واللائحه القديمه. وللاسف الشديد في كثير من الطلبه مش عارفين ايه هي اللائحه الجديده وايه هي اللائحه القديمه، واظن يعني وضحنا الكلام ده كتير، لكن هتنزل لكم ان شاء الله يعني بكره او بعد بكره على الاكثر قائمه بارقام الجلوس. هتلاقي قائمه في الارقام الجلوس مصنفه ايه هم الطلاب اللائحه الجديده والطلاب اللائحه القديمه، وبالتالي هتبقى من السهوله بالمكان انت تعرف انت تابع ايه. دي الحاجه دي. الحاجه الثانيه ان الطالب اللي هو اللائحه الجديده عنده 7 مقررات دراسيه، انما اللائحه القديمه بيبقى عنده 5 مقررات او 6 مقررات دراسيه، وبالتالي الطالب اللي عنده 5 مواد هيلاقي نفسه ان هو لائحه قديمه، واللي عنده 7 مواد ده بالضروره هيبقى لائحه جديده. نيجي بقى على المهم. دلوقتي كل طالب مكلف انه يعمل بحث في كل مقرر دراسي. يعني كل ماده انت في سنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه، عندك 7 مواد، كل مادة هتعمل بها بحث. احنا بداية نزلنا لكم قوائم، كل مادة نزل لها 3 موضوعات بحثي، انت هتاخد موضوع واحد فقط لا غير، يعني موضوع واحد وهتشتغل عليه. طيب هتعمل البحث ازاي؟ شكل البحث هيبقى ازاي؟ اول حاجة ان البحث بتاعك هيبقى من 8 صفحات ل 10 صفحات، ما يقلش عن 8 وما يزيدش عن 10 صفحات. يبقى 8 هيبقى كويس زي الفل، 9 تمام، 10 صفحات تمام التمام. طب الشكل بقى ازاي؟ هتلاقوا الصفحه الاولى اللي هي صفحه الغلاف اللي هي البيانات الاساسيه للطالب. هتلاقينا احنا بننزل لكم التمبلت فيه اسم الماده واسم الفرق. انت هتستكمل بقى البيانات اللي هو اسمك كامل، لازم تكتب الاسم بتاعك كامل رباعي، رقم الجلوس، وانا قلت لسه من شويه هنزل لكم رقم ارقام الجلوس، كل واحد يكتب رقم الجلوس بتاعه بدقه كبيره جدا، يبقى الاسم يكتبه كويس، رقم الجلوس كويس، والرقم القومي، واذا كان في اي بيان اخر يبقى بنسجل الصفحه الاولى البيانات الاساسيه. الصفحه الثانيه مباشره هتلاقوا المقدمه، والمقدمه دي هتكتبها في صفحه واحده. ولما نقول كلمه مقدمه يا اولاد احنا معناها
ان انت بتمهد للموضوع اللي انت هتشتغل عليه، بتمهد للموضوع اللي انت هتشتغل عليه، تمهيد للمحتوى البحث، تمهيد للافكار اللي انت عايز تقولها، تمهيد انت ليه اخترت الموضوع ده، اسباب اختيارك الموضوع. معنى منزل لك ثلاث موضوعات، انت خدت واحد، طب خدته ليه؟ أهمية الموضوع ده ايه؟ الهدف من البحث اللي انت بتعمله، الهدف منه ايه؟ عايز توصل منه لايه؟ تصوراتك ايه ان انت اللي عايز توصلها في البحث؟ ده بالنسبة للمقدمة. المقدمة دي هتكتبها في صفحة. الجزئية اللي بعد كده اللي هي عناصر الموضوع. وعناصر الموضوع ده كل موضوع له مجموعة من العناصر. مش بالضرورة ان كل الطلبة يشتركوا في عناصر واحد. واحد ممكن يعمل اربع عناصر، واحد ممكن يعمل خمس عناصر، واحد ممكن يعمل ست عناصر وهكذا. يبقى عناصر الموضوع اللي هي بتتلخص في مجموعة الموضوعات او الاجزاء الفرعية اللي بتكون موضوع البحث، اللي بنسميه المتن، متن الموضوع او المحتوى بتاع الموضوع. وده الجزء المهم جدا في البحث اللي انت يجب ان انت تهتم بيه. عناصر الموضوع ده من اربع صفحات لست صفحات، يبقى مش هيقل عن اربعه ولا يزيد عن ست صفحات. بعد ما تستعرض بقى عناصر الموضوع وتشرح وتوضح فيها، مستعينا بقى بالمراجع وما يتيسر اليك من مواقع انترنت وخلافه، لازم تبقى برضو حاطط في اعتبارك ان العناصر دي مرتبه بشكل منطقي، فيها نوع من انواع التسلسل، فيها نوع من انواع التسلسل، وكل عنصر بيودي للعنصر الثاني وهكذا. بنخلص من العناصر دي، بنعمل ختمه للبحث. والختمه ببساطه شديده ملخص للبحث، ملخص الكلام اللي احنا قلناه من شويه صغيرين ده، بتلخصه بتركزه وتقول في رؤيتك، ولو لك تعقيب، هل انت توصلت لحلول للموضوع؟ هل انت حطيت افكار وحاجات بتضيفها للموضوع اللي انت عرضته ولا مفيش؟ وده على فكره بيميز طالب عن طالب تاني. وانا عايز الخدمه دي تصحح الصفحه الاخيره اللي هي بتبقى المصادر والمراجع. يبقى هم دول المكونات بتاعت البحث بتاعك. عرفنا بقى المكونات كويس بشكل كويس. طيب انت البحث ده هتعمله منين؟ الطبيعي المصدر الرئيسي للبحث بتاعك هو الكتاب الدراسي، المقرر الدراسي، المحاضرات اللي الاساتذه ادتها لك قبل فتره تعليق الدراسه، المحاضرات اللي احنا نزلناها عن طريق الاونلاين، ان انت ترجع لمواقع الانترنت، ترجع لبنك المعرفه. ممكن تبقى انت معاك سبع مقررات موجودين، ممكن تستعمل مقرر اخر في مقرر اخر. طب مفيش فيها مشكله خالص. يبقى انت عندك مواقع الانترنت، عندك كتاب، اذا كان عندك كتب سابقه ممكن كتاب الواحد صاحبه، يعني ما يتاثر اليك. هو ده المصدر. هنقول بقى طب ما احنا هناخد بقى من المقرر الدراسي والموضوعات هتبقى متشابهه. لا، لو كل واحد استعمل افكاره واستعمل عقله وما ينقلش من الكتاب، ما تنقلش من الكتاب، ما تنقلش بالنص من الكتاب. لازم تتدخل برؤيتك، يعني تقرا كويس، تفهم الموضوع وتكتب اللي انت فهمته. لو عملت اللي انا بقول عليه ده مش هيبقى فيه تشابه. التشابه هيبقى امتى؟ لما تنقل. النقل ممنوع. المفروض انتم عارفين الاقتباسات من الكتب والمصادر العلميه له شروط. تقتبس فقره ثلاث اربع خمس سطور، مش هتروح تنقل لي سبع ثمان صفحات متواصلين. ده ما ينفعش، ده ما يبقاش فيه امانه علميه. طب هنقول طب هنوثق ازاي؟ اظن التوثيق ده يا اولاد انتوا في الخدمه الاجتماعيه من اول سنه اولى، ساعه ما تكون سنه اولى، من اوائل الحاجات اللي احنا بنعلمها لكم ازاي بتعمل بحث، وبالتالي ازاي بتوثق.
طيب نقول نوثق في نهاية كل صفحة ولا نوثق في الصفحة الأخيرة اللي هي مكتوب فيها المصادر والمراجع؟ اللي عايز يعمل كده ماشي، واللي عايز يعمل في النهاية ماشي. طب طريقة التوثيق نفسها ازاي؟ أنا عايز الموضوع يبقى بسيط قوي، أنا عايز مجرد بس هتقول اسم المؤلف أو اسم الدكتور اللي عمل الكتاب واسم الكتاب، والكتاب ده إذا كان المعهد الخدمة المنصورة يبقى هتقول عليه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وسنة كام؟ إذا كان بتاع السنة دي ولا بتاع السنة اللي فاتت ولا أنت عامل إيه؟ والصفحة اللي أنت خدت منها، والصفحة اللي أنت خدت منها. طب واحد يقول يعني ممكن أوثق الكتاب للمقرر الدراسي؟ توثق، وثق المقرر الدراسي. توثق موقع الإنترنت، خدت الموقع اكتب اسم الموقع اللي أنت خدت منه. الموضوع سهل، وعايز الموضوع عايزكم إن أنتم يعني نشغل عقلنا بشكل كويس، وباذن الله يا رب مش هيبقى في اي مشكله من المشاكل. يبقى احنا دلوقتي انا اتكلمت على شكل البحث وان انت هترجع لايه والكلام ده، لا الحاجات بقى المهمه احنا منزلين لكم تمبلت. تمبلت ده يعني ايه؟ يعني جوازتها كده نموذج، لكن هو بوجه التحديد هو قالب. قالب بيبقى نازل، قالب نازل للطالب، الطالب هيكتب عليه البحث بتاعه وهيلتزم بالعناصر اللي احنا قلناها للبحث. يبقى لازم كل طالب هيخش على الرابط عشان ياخد التمبلت بتاعه، التمبلت بتاع المواد بتاعته، هيخش ساعة ما يدخل على الرابط، طالب رابط سنة أولى، وهيتفتح له على طول السبع مقررات بتوع سنة أولى. السبع مقررات بتاع سنه اولى، تخش على الرابط الثاني هيتفتح له المقررات بتاع سنه ثانيه وهكذا. هتلاقي التمبلت ده انت هتكتب فيه بالكمبيوتر او باللابتوب اللي معاك او من الموبايل، يعني في امكانيه انت تكتب فيه بالموبايل. الموضوع سهل وبسيط، واي استفسار في هذه الجزئيه برضو ممكن ان احنا نرد عليها بعد. يعني فهمنا بقى موضوع التمبلت والرابط ولا لا؟ يبقى التمبلت ده نموذج، محدش بقى يقول لك اكتبه بخط الايد، اكتبه بخط الايد ازاي؟ طيب بعد ما تملى النموذج يعني تحط فيه البيانات، الكلام اللي انا قلته من شويه بقى الوقت ده، المقدمه هتقول المقدمه والخدمه هتقول الخدمه والعناصر هتقول العناصر وتشرحها وتوضحها. بعد ما تكتب الكلام ده لازم تحفظه. هتكتبوا ايه؟ هتكتبوا يا اما على الموبايل يا اما على اللاب يا اما على جهاز الكمبيوتر. لازم تحفظه. طب هتحفظه بايه؟ برقم الجلوس بتاعك، وزي ما قلت مهم جدا رقم الجلوس. يبقى هتحفظ بياناتك اللي انت كتبتها في التمبلت، هتحفظها بايه؟ برقم الجلوس. يبقى عندي هنا رقم جلوس مهم جدا، يبقى لازم كل طالب يبقى متاكد. بعد ما تحفظ هتخلي بقى معاك، وهقول لك هتبعت امتى. هتبعت اعتبارا من 1/6. هتبعته على ايه؟ على الايميلات اللي انا هنزلك يوم تقريبا 30/5، يعني قبل 1/6 بيومين ثلاثه هنزل لك الايميلات اللي انت هتبعت عليها. يبقى بعد ما عملت البحوث بتاعتك هتخليها معاك، لما هقوم انزل لك الايميلات او البريد الالكتروني، ايميل او البريد الالكتروني لكل فرقه، هتقوم باعت على البريد الالكتروني. واضح الكلام ده؟ يبقى هتبعت لنا على البريد الالكتروني. من امتى؟ اعتبارا من 1/6. لحد امتى؟ لحد 21/6. لا مش هنقبل ابحاث قبل 1/6 ولا هناخد ابحاث بعد 21/6. واضح كده يا شباب؟ احنا بقى بعد ما نستقبل البحوث، لان احنا بقى شغلنا هتفرق على الكنترول، لان شغلنا ما حدش يشغل نفسه بهذه الجزئيه. لكن في بعض الحاجات اللي انا لازم اكد عليها، لازم البحوث ما يبقاش فيها تشابه ما بين طالب وطالب.
لو طالب ناقل من طالب تاني، لو في حالة من حالات النقل ده، امتحانك هيتلغى وهتتحول لمجلس تقديم، وأكنك بالظبط كنت بتمتحن في المعهد وغشيت، وبالتالي هيبقى ده أمر إيه بالنسبة لنا صعب جدا. اجتهد اجتهد، اعتمد على نفسك، نمي مهاراتك، لأن ده أسلوب ممكن يتكرر بشكل كبير قوي. يبقى احنا مهم قوي ان مفيش طالب بحث ولا متشاب ما يبقاش ناقل من برضو عاوز الطالب برضو في حاله الاقتباس ما تنقلش بصوره كامله، ما تروحش تنقل من قلب الكتاب، يعني زي ما بيقولوا كده بالنص، ما ينفعش. وزي ما وضحت وقلت مش عارف تلخص يا اخي، لخص، هتلاقي الموضوع بتاعك نازل واخد فصل فصلين بالكتير ثلاث فصول، ما تعرفش تلخصه. طب لو كل واحد لخصهم يعني ايه اللي هيحصل؟ ما مش هيتشابه مع التاني. يبقى التشابه ده بيحصل امتى؟ لما الطلبه هتنقل من بعض، ده امر مرفوض. تمام، يبقى انا قلت اهو لو في تشابه ما بين بحث والتاني، البحث هيترفض بلا تحل مجلس تاني. طب الطالب لو قدم البحث بتاعه والبحث بتاعه لم يقبل، من حقه انه يعيد البحث؟ ان شاء الله يعيد البحث، من حقه انه يعيد البحث في خلال اسبوع لما نعلن النتائج. بعد النتائج نشوف على لكم الطلبه اللي هم ما وفقوش في البحث، دول من حقهم يقدموا بحث مره ثانيه في المواعيد اللي هعلن عليها، بس هي دي المره الثانيه والوحيده بعد، خلاص ما فيش مره بعد كده. اذا نجحت يبقى حاجه كويسه، إذا بقى برضه يبقى هتبقى راسب وتعامل معاملة الطالب الراسب في هذا المقر. بأكد تاني، كل طالب لازم يعتمد على نفسه وينمي مهاراته في إعداد البحث، وما تلجأوش بقى للمراكز اللي عمالة بتعلن ونعمل لكم بحوث والبحث ب 100 جنيه و 150 جنيه والكلام اللي ملوش لازمة ده. يا ابني يا حبيبي اعتمد على نفسك، زي ما قلت إن ده موضوع قد يمتد معانا لفترات طويله، يعني ممكن يتكرر مره ثانيه. لما نيجي نرفع الابحاث على البريد الالكتروني اللي انا حاطه لكم زي ما قلتوا اعتبارا 30/31/5، يا ريت تبعت لي الابحاث مره واحده، ارفع الابحاث مره واحده. وفي طريقه كده يعني معينه كده، الوحده الخاصه بالتعليم الالكتروني هتعرفكم ازاي ترفع البحوث او الابحاث مره واحده. يا ريت ان انت ترفع لنا الابحاث مره واحده. في احد الموضوعات المهمه قوي اللي هي الطالب اللي عنده تخلف، يعني على سبيل المثال او هدي كذا مثال في الجزئيه دي عشان كل السنوات يبقى، احنا قلنا سنه رابعه اللي عندهم تخلفات هيتقدموا بأبحاث، والضوابط اللي انا قلتها ده في الابحاث والمعايير اللي احنا قلناها في الابحاث دي كلها والعناصر والمكونات والحاجات دي كلها هينطبق عليه. يبقى طالب سنه رابعه اللي عنده تخلفات هيتقدم بأبحاث ويلتزم بالكلام اللي احنا قلناه. طيب الطالب عندي دلوقتي في سنه رابعه عنده ماده من سنه اولى وماده من سنه ثانيه، على سبيل المثال مثلا، يعمل ايه؟ المادة بتاعت سنة أولى يخش على الرابط بتاع سنة أولى، يجيب التمبلت بتاع المادة اللي هي عنده من سنة أولى، وياخد بقى يعمل بقى ايه؟ يحط بقى بيانات ويعمل العنصر بتاعته والمقدمة والخاتمة على التمبلت بنفس النظام. ماشي معايا الكلام؟ يبقى يخش على رابط سنة أولى، وبعد ما يخلص يحفظ. طب هيحفظ بإيه؟ برقم جلوسه بتاعه اللي هو في سنه رابعه. ويا سلام بقى لو هو كاتب رقم الجلوس وما بين قوسين كده تخلف، بس هتعمل رقم جلوس سنه ايه؟ سنه رابعه. طب الماده الثانيه اللي عنده من ثاني هيخش على رابط سنه ثاني، هيدخل على رابط سنه ثاني وهيجيب برده الماده اللي عنده ويعمل نفس الكلام ويحفظ برقم جلوس برده سنه رابعه، ويحفظ برقم جلوس سنه رابعه. طيب طالب ثالث، يبقى كده بالنسبه لسنه رابعه المفروض كده خلاص وضحت الامور، لو عنده بقى ماده في ثالثه يبقى يخش على رابط ثالثه وهكذا.
سنة تالت عنده مادة من تاني، هيخش على رابط تاني، وهياخد من الرابط التمبلت بتاع المادة اللي هي عنده محمل عليه، ويتعامل معاه. يتعامل معاه يعني ايه؟ يعني يحط بقى بياناته ويعمل البحث بتاعه وما إلى ذلك. بعد ما يعمل البحث بتاعه برضه مهم جدا موضوع الحفظ، تحفظه بإيه؟ برقم جلوسك اللي هو بتاع سنة تالت، وبتاع تالتة لو عنده مادة من أولى نفس الكلام. طب بتاع تاني لو عنده مادة من أولى يبقى يخش على رابط أولى ويعمل نفس الموضوع. بيتهيألي كده واضحة خالص أهو. يبقى الطالب اللي عنده تخلفات من سنوات سابقة هيخش على رابط الفرقة اللي فيها مادة التخلف، بعد ما يملى ويعبي التمبلت بتاعه أو النموذج بتاعه ده الأول، هيحفظه برقم جلوس الفرقة اللي هو فيها. واحنا بنأكد على هذه ده فيما يتصل. اتكلمنا عن التخلف والتوثيق، وهيكتب البحث منين؟ ما احنا قلنا هيكتب. وبقول تاني، هيكتب البحث منين؟ قرر الدراسة، المحاضرات. طب واحد بيقول لي ممكن نوثق المحاضرات؟ اه ممكن توثق المحاضرات. الدكاترة اللي نزلوا لكم اونلاين قالوا المحاضرات بتاعتهم، على فكرة ممكن يكون خلط جزئيا عن المقرر الدراسي، عن الكتاب يعني، خرج جزئيا عن الكتاب. طب ممكن توثق عن المحاضره؟ اه وثق المحاضره، شوف المحاضره موجوده بتاريخ ايه وقالت ايه المحاضره، وثق عليها واكتب عليها، مش مشكله خالص. يعني عندك في مصادر كتيره، وزي ما قلت النت بنك المعرفه الى اخره. الموضوع الاخر المهم جدا اللي هو يتصل بالتدريب الميداني. التدريب الميداني سواء الفرقه الفرقة الثانية أو الفرقة الثالثة أو الفرقة الرابعة، التدريب الميداني كله مؤجل. التدريب الميداني كله مؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة. ومجرد أن تنتهي فترة تعليق الدراسة هنستكمل التدريب الميداني الفترات اللي ناقصة منها. يعني طلبة سنة تانية ناقصهم مهارة ما خدوهاش، هنديهم يعني المهارة. طلبة سنة أولى ناقصهم زيارة، هياخدوا الزيارة. بعد ما ننفذ الفترات الناقصة من التدريب الميداني هنعمل امتحاناتنا طبيعي وعادي جدا. طبيعي طبيعي، أقصد بطبيعي طبيعي يعني الامتحان التحرير بتاعنا والشفوي بتاعنا، لكن هنبقى واخدين كافة الضوابط اللازمة لتحقيق السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي. على الله ما كنش يعني نسيت حاجة انتوا عاوزينها، لكن انا متابعكم كويس قوي، وحدة التعليم الالكتروني متابعكم كويس قوي، برضو مكتب عميد المعهد متابعكم كويس قوي، وبيشوف تعليقاتكم وطلباتكم، ولو ظهر اي مشكلة من المشاكل هتداخل معاكم وقول لكم حلولها ايه، ومحدش يقلق. في النهاية أنا كمعهد وممثل المعهد وأؤكد لكم على ثقة المعهد في وعي الطلاب بناتنا وشبابنا طلابنا والتزامهم بالقواعد المنظمة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 والتي أقرتها الدولة ممثلة في السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشؤون المعاهد العالية الخاصة. ونؤكد أن المعهد لن يدخر جهدا في توفير البيئة المناسبة لمساعدة أبناء الطلاب وتيسير الأمور لهم، متمنيا لكافة الطلاب النجاح واجتياز هذا الظرف الاستثنائي. حفظكم الله وحفظ مصر.